نختم هذه النشرة بهذا الخبر الحزين للوسط الإعلامي، حيث فقدت الأسرة الإعلامية صباح اليوم الزميلة واسي إليز المخرجة ومقدمة برنامج الصحة والتنمية باللغة الفرنسية في التلفزيون ومعلمة اللغة الإنجليزية الفقيدة من مواليد 1959 بمدينة تسار حاضرة إقليم شاري الأوسط، متزوجة وأم لابنان. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية العربية التي قدمناها لكم من الفضائية الشادية من أنجمينة. أشكركم لطيب الانتباه والمتابعة. دمتم في أمان الله. إليكم.